Donc je cède la parole à Dr. Mohammed Senoussi, Director of IULM, American University of Leadership Morocco Project. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم أيها السيدات أيتها السيدات الكريمات أيها السادة الأفاضل يا رمز المستقبل شبابنا من خريجي هذا الفود ومن الأفواج المقبلة إن شاء الله قلت في السنة الفارطة في نفس هذا المكان أن العالم يتغير ونحن كذلك نتغير والدليل كما ذكر الزميل الدكتور الحلو الآن الجامعة الأمريكية للقيادة للمغرب هي في منصة الانطلاق معناه أننا قريبا إن شاء الله سنشتغل كجامعة وستكون جامعة فريدة من نوعها لما تملكه من خصائص كان المغرب والمنطقة في حاجة إليها لن أركز على هذا الجانب هذه الجامعة في إطار الرؤية تصورنا لها إطارا مؤسساتيا لدعمها ولتمكين ربط قنطرة بين المؤسسة وبين المجتمع فأنشأنا البارحة لأول مرة مؤسسة الجامعة الأمريكية للقيادة للمغرب هذه المؤسسة التي شارك في تأسيسها عدد من الفعاليات مغربية وإفريقية وأمريكية وشرق أوسطية وهي مفتوحة لكل الفعاليات عبر العالم أنا سأركز لإكراهات الوقت مداخلتي حول بعض خصائص هذه المؤسسة ماذا نريد من هذه المؤسسة هي مؤسسة لدعم الجامعة هي مؤسسة تربط بين الجامعة والمجتمع هي مؤسسة قادرة أن تدعم الطلبة بتحمل مسؤولية مثلا يعني تمويل انشغالات الطلبة إكراهات الطلبة إمكانات الطلبة فإذا هذه المؤسسة ستكون إن شاء الله ستشتغل ابتداء من سبتمبر ستكون مشتغلة وفاعلة على الصعيد الوطني والدولي إن شاء الله أيتها السيدات أيها السادة الكرام المؤسسة تستند إلى دعم المجتمع الداعمين ولكن إذا فكرنا سويا في ثقافتنا الإسلامية هناك فكرة الوقف الوقف الأوقاف هذه الفكرة غادي نبسطها بكل بساطة في القدم كان الوقف هو اللي تيتحمل المسؤولية ديال التعليم وهو اللي تيتحمل المسؤولية ديال الصحة وهو اللي تيتحمل المسؤولية لدعم المحتاجين في المجتمع هذه الفكرة الآن شكون اللي تيطبقها الآن في هذه الوضعية الحال اضمحلت من الثقافة ديالنا ومن السلوك ديالنا
ولكن هي مطبقة حرفيا في دول الغرب. ونعطيكم مثال بسيط، الولايات المتحدة عندها الآن 120 مليار ديال الدولار اللي تجيبها مؤسسات ما يسمى مؤسسات الدعم ديال المجتمع المدني لدعم وتمويل الجامعات الأمريكية. بريطانيا عندها ما يقرب من 40 مليار دولار للجامعات الأمريكية. غير 10 ديال الجامعات في بريطانيا عندهم يعني رأس مال ديال 40 مليار ديال الدولار. اليابان عندها 3 مليار ديال الدولار وهل مجرة. وحنا هذه الفكرة ديال الوقف ما بقاش تدور في الفكر ديالنا ولا في الممارسة ديالنا. احنا ان شاء الله في هذه المؤسسة غادي نحيوها وسنفعلها بكم ومعكم ان شاء الله. ما هو الدور الأساسي اللي قادرة تلعبه المؤسسة بالنسبة لأي جامعة في العالم؟ يعني في التصور الاستراتيجي ديال الجامعة الأمريكية للقيادة للمغرب كما ذكر الزميل الحلو، تصورنا رؤية واسعة تنطلق من مفهوم الإدارة وتصل مرورا بالتكنولوجيات الدقيقة ووصولا إلى أداة التفعيل والتنفيذ وهو الأداة الاستراتيجية. كل هذه المسائل وضعنا لها الإطار المؤسساتي، وكذلك تصورنا واحد الإطار اللي هو غادي يكون تجمع ما بين الفعل الفكري ما تنتجه الجامعة وما يمكن أن يستفيد منه المجتمع وخصوصا النسيج الصناعي. فدرنا مثلا مركز ديال المقاولة وديال البحث، وطبعا هذا في حاجة إلى دعم، فالمؤسسة ستكون أداة تمويل كل هذه المشاريع. مثلا عدنا في المشروع ديالنا اللي طرحناه في الوزارة وتلتزمنا به بأنه غادي نتحملوا المسؤولية ديال 20% ديال الطلبة، الجامعة غادي تتحمل المسؤولية ديالهم في المنح ديالهم. منين غادي نجيبوا التمويل ديال هذه المنح؟ إذن هذه المؤسسة سيكون لها دور في تمويل المحتاجين من أبنائنا وهما كثر كما تعرفون جيدا. المؤسسة كذلك إلا بغينا نتكلموا مثلا على جوانب أساسية في النشاط ديال الجامعة اللي هو تطوير المنتوج التعليمي والبحثي. هذه العملية هذه تتطلب طبعا كما تعرفون جيدا تمويل كبير، فمنين غادي نجيبوا الإمكانات إن لم تكن لنا مؤسسة؟ والمؤسسة ستقوم بهذا الدور إن شاء الله. إذن الحديث طبعا طويل جدا والطموح أكبر، وإن شاء الله معكم، لأن هذا الدور ديال المجتمع المدني، دور كل الداعمين ماشي غير في المغرب بل عبر العالم، وإن شاء الله سنربح الرهان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.